الخريطة ديال المغرب هي هي هنا فيها الأطلس المتوسط، الأطلس الكبير والأطلس الصغير. الأطلس الصغير هو اللي كاين لتحت، فهمتي؟ إذا تنشوفوا بأن هاد الجهة شنو سميتها؟ جهة حوز، جهة مراكش تنسيف الحوز، يعني جامعة كل هاد المناطق هذه، جهة جامعة مراكش وتنسيف الحوز، يعني كلهم تضمهم هاد الجهة، يعني بمدنها وقراها، فهمتي ولا؟ إذا شنو هو المهم ديال هاد الجهة كما قلنا؟ شنو هو؟ الجهة شنو الدور ديالها؟ أن دوك أن تتسهل أشنو؟ تسريع التنمية، يعني التنمية لاحظوا بأن لاحظوا المسؤولين بأن التنمية تتعيقها واحد المشكلة، أشنو هي؟ وهو أن اتخاذ هي مشكلة اتخاذ القرارات، يعني اتخاذ القرارات كانت تتخاذ على 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 مستوى الرباط، فهمتي ولا؟ دابا ديروا في كل جهة وكأن فيها إدارة بحال ديال الرباط، فهمتي ولا؟ إذن هذه تدخل في إطار تقريب الإدارة من المواطنين، فهمتي ولا؟ إذن هاد التجربة هذه فهي تجربة عالمية ماشي على الصعيد المغربي فقط، فهمتي؟ وتتوخى واحد المسألة سميتها الحكامة، هاد القضية غتعرفها من بعد، يعني وهي يعني ترشد اتخاذ القرارات ياك والإنجاز ديالها ياك، وتقريب الإدارة من المواطنين، يعني الناس ما تلقاوش عرقالة، فالسيد إلا بغى مثلا يدير شي مشروع هنا خاصو ينتقل هاد المسافة كلها يمشي للرباط، وخاصو ياخذ دوك الأوراق كلهم، واش تيطلب داك شي من يعني من ترتيبات إلى آخره ياك، من بعد عاد خاصو هو يرجع، فهمتي ولا؟ وحتى الناس المسؤولين اللي هنا ما يمكن ليهم ياخذوا شي قرارات الا عن طريق الرباط. دابا ممكن الناس اللي في هذه الجهه هذه ياخذوا انطلاقا من الجهه ديالهم ياك، انطلاقا من المساطر التي خولها لهم القانون في اطار الجهه، انهم يتخذوا القرارات ديالهم بعدهم، يعني تعطيهم واحد المجال كبير في اتخاذ القرارات، فهمتي ولا؟ يعني ما بقاوش تيتمشكلوا في شي قرارات صغار ان خاصو يطلعوا عليهم تل الرباط، يعني في القرارات الكبرى اللي تهم مثلا البلاد هي اللي ممكن تخاض على المستوى ديال الرباط، فهمتوا ولا؟ اما المسائل العاديه اللي تتهم الاقتصاد الى اخره والتنميه الى اخره فكلها تتخاض انطلاقا من الجهه. اذا هذه الجهه تدبر التراب ديالها انطلاقا من الاداره اللي تتحكمها، هذه الجهه هي نفس الشكل، الجهه الاخرى نفس الشكل، الجهه نفس الشكل. اذا شحال كاينه عندنا من جهه دابا في هذه الحاله هنا؟ شحال من جهه كاينه؟ شحال من جهه كاينه دابا عندنا في المغرب من خلال هاد الدرس اللي درنا؟ جهه مراكش. شحال من جهه كاينه في المغرب كله؟ بحال قلت لك شحال من مدينه، من المدن راه بزاف، والجهه شحال؟ حيت الجهه تقدر تضم عده مدن، فهمتي؟ اذا شحال من جهه كاينه في المغرب؟ كاينه 12 جهه. عقلتيش عليهم؟ الاولى كاين جهه وادي الذهب القويره، كاين الجهه الثانيه العيون بوجدور الساقي الحمراء، كاين الجهه الثالثه القلميم السماره، كاين الجهه الرابعه سويس ماسه درعا، خمسه الجهه الخامسه الغرب شرارداق بني حسن، السادسه الشاويه ورديغه، السابعه هي اللي عندنا دابا مراكش تنزيف الحوز، الثامنه الجهه الشرقيه، التاسعه الدار البيضاء الكبرى، والدار البيضاء الكبرى راه فيها بزاف ديال فهمتي ديال العمالات، عشرة الرباط سالا زمور زعير، هنا خمسة دوكا لعبداق، 12 تادلا أزيلال، 13 مكناس تافيلالت، 14 فاس بولمان، 15 تازا الحسيمة تاونات، 16 طنجة تطوان. طنجة تطوان، إذا شحال كاينة؟ كاين 16. كاين 16، أنا قلت لك 14 في الأول ياك، كاين 16 ومن قبل كان 12. وحتى مؤخرا على ما اعتقد في هذا العام راه كاين وقيله 12 جهه، الجهات يتم التقسيم ديالهم على تبعا للاحتياجات ياك الاداريه والاحتياجات ديال التنميه ديال البلاد، فهمتي؟ ماشي تيقسمهم غير هكاك غير اعتباطيا، ولكن التنميه يعني تبعا للاحتياجات الاداريه اللي تتهم البلاد ياك ولا لا، تتهم كل منطقه، تيشوفوا اشنا هو تقسيم الأولى، فهمتي ولا؟
هذا فيما يخص الجهه. فهمتي شنو الجهه؟ ايه يعني الجهه هي مجموعه ديال هو واحد المتسع ديال مجال ترابي تيضم عده مدن وعده قرى تيمكن ليهم يتكتلوا في جهه واحده من اجل التنميه ياك. إيه؟ التنميه ديال ديك المنطقه. دابا الا خدينا هاد الجهه هاي دابا غنكبروا ديك المنطقه اللي كنا شلنا في الخريطه بان يعني كل جهه يعني تتمثل بواحد رسم صغير هو هذا تشوف هو داير بالاحمر ياك. اه هذه راه هي هذه هي هنا دابا تم التكبير ديالها وغيبينوا لك المناطق اللي تضم هذه المنطقه هذه اللي هي الجهه ياك. اه فمثلا في الشمال ديالها كاين الشمال اش كاين الشمال الغربي تاع جهه الدكاله الشمال اش كاين كاين جهات الشاويه ورديغه. اذا الجهه الشماليه اش كاين جهات الشاويه ورديغه ياك. اه كاين في الغرب ديالها كاين دكاله جهه الدكاله عبده ياك. وفي الشرق ديالها كان جهه تادلا ازيلال وفي الجنوب ديالها كان جهه سوس ماسه درعا. مراكش هي اللي غتكون المركز ديال الجهه ياك. هي اللي تتخذ منا القرارات لهاد الاتجاهات كلها اللي تتشوفنا كلها غتكون مراكش ياك. هذا كمثال ياك. وكذلك الجهات الاخرى هي عدة تقريبا نفس التضاريس ديال جهات مراكش تنزيف ياك. فهنا كاين صخور الرحامنة يعني تتواجد الرحامنة ساحل البحيرة الكنتور كاين جبيلات كاين مراكش كاين ساحل الحوز كاين شيشاوة كاين حوض الصويرة ياك. وهنا تندخلو في الجهات الأخرى. هنا كاين جبال الأطلس الكبير يعني تاهي داخلة في هاد الجهة ياك. هنا دايرة لك بالأخضر سهول وهضاب يطفي عليها الإنبساط يعني هاد المناطق كلها شيئا ما منبسطة هادي كلها بالأخضر ياك. بينما هادي اللي تتشوفها بهاد الشكل هدا بحال الجبيلات إلى آخره وهذه بالاسود هذه كلها جبال شديده او متوسطه الارتفاع ياك. يعني هذه كلها اللي بالاسود هنا تتمثل جبال. كذلك هذه المنطقه اللي فيها جبيلات ياك. هذه بالازرق انهار هذه اللي تشوفها هنا يعني انهار يعني داخله في هذه الجهه هذه. اذا فكل جهه كما تلاحظ بان عندها الموارد ديالها ياك الطبيعيه فيما يخص الجبال السهول الى اخره الانهار يعني كل جهه عاوتاني تتمشي على حساب داكشي اللي اللي تواجد عندها. لاحظوا هذه جبال ياك. ايه وهذا مشهد ديال السهل يعني بحال هاد السهول اللي دايرين هنا بالخضر يعني هذا هو الشكل ديالو. وهذا اللي تتشوف الجبال يعني هي اللي متلينا بالاسود ومتلينا هنا بهذا اللون هذا. يعني اهم الموارد ديال هاد المنطقه هذه ديال منطقه ديال جهه مراكش تنسيف الحوز يعني تلاحظوا بان كاين فيها كما قلنا جبال. اه وهذه هاد الجبال تنعرفوا بان هي خزان مهم بالنسبه للمياه عن طريق تساقط يعني الثلوج بهذه المنطقه بهذه المناطق هذيك. يعني هذا تعني بان المياه هنا يعني يعني هي من الموارد المهمه الطبيعيه لهاد المنطقة هذه ياك. وكذلك عندهم سهول يعني منبسطة مشهد سهل ياك. هذا المشهد السهل اللي تلاحظوا هنا تبين بأن مراكش تتستافد من الأشجار ياك الموجودة بتلك المنطقة. كذلك تنعرفوا بأن الشيشاوة معروفة بالدلاع ديالها ياك هذه معروفة. كذلك تلاحظوا بأن عندها موارد بشرية موارد مثلا هاد السهول تتساهم في استقرار استقرار البشرية والممارسة ديال الأنشطة في مثلا كزراعة الزيتون في بحال القلعة إلى آخره راه كاين مناطق فيها الزيتون ياك. اه وإقامة أنشطة فلاحية أخرى مثلا كالرعي وكذلك دائما في إطار الجهة اللي تكلمنا عليها من قبل اللي هي ديال مراكش تنسيف الحوز. هنا عندنا توزيع السكاني ديال هذه المنطقه فمثلا من انطلاقا من الصويره حتى لمراكش الى اخره تلاحظوا جوج ديال الالوان اللون الاحمر تمثل المناطق اللي فيها اكثر من 50 شخص في الكيلومتر ياك. تلقاو في كل كيلومتر تلقاو في 50 شخص. هذا لا يعني بان بعض الكيلومترات راه مسكونه ولكن تناخذوا غير المعدل ديالها فهمتي ولا لا. تقدر واحد المنطقه تكون فيها 1000 شخص وتقدر مع شحال من كيلومتر ما نلقاو فيه حتى شي شخص فهمتي ولا لا. ولكن الا خدينا
داك العدد وقسمنا على ديك المساحات فتلقاو هاد العدد اللي عندنا هنا 50 شخص بالنسبه للكيلومتر. عندنا هنا 10 عندنا هنا بالاصفر اقل من 50 شخص بالكيلومتر المربع. يعني كيلومتر مربع يعني كيلومتر 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 اربع مرات ياك. يعني تنهضروا على المساحات هنا، يعني كل مساحه اللي فيها كيلومتر مربع الا وتلقاو فيها بالنسبه للمناطق اللي بالاحمر 50 شخص في الكيلومتر، وبالنسبه للاصفر هذو اللي بالاصفر تلقاو فيهم اقل من 50 شخص في الكيلومتر. فهذا تمثيل بياني لهذه الجهه ياك، لتوزيع السكان العاملين بالجهه نفسها ياك. فهنا تلاحظوا بان هذه اللي بالاخضر شنو هي قطاع التجاره والخدمات، شحال فيها 31 قريبه ونص في المئة من الناس تيخدموا في التجاره ياك. فاش وفي الخدمات شنو التجاره؟ شنو هي التجاره؟ البيع والشراء. والخدمات اللي تخدم شي واحد، لا الخدمات هي بحال اتصالات المغرب بحال ياك بحال الابناك بحال يعني ما تيعطيوك شي واحد المقابل. بحال دابا انت تمشي انت مثلا البوسطه وتري الفلوس ديالك مثلا او مثلا تمشي لاتصالات المغرب او ما تيعطوكش شي حاجه اللي ملموسه، فهمتيني ولا؟ تيقدموا لك فقط خدمات. فمثلا التليفون ملي تستهلك ديك المكالمه، واش ديك المكالمه تتشوفها؟ واش تلمسها؟ لا لا، اذا انت تمشي غير كخدمه يعني كخدمه، فهمتي؟ اذا انت تبقى كخدمه هذيك، فهمتي ولا؟ اذا كذلك بالنسبه الوكالات ديال الضوء، وكالات ديال الماء الى اخره، هذو كلهم تيتسماو خدمات ياك. بالنسبه لقطاع الصناعه، قطاع الصناعه شحال؟ 18.8 18.8 في المئة. شنو قطاع الصناعة؟ شنو نعني بقطاع الصناعة؟ قطاع الصناعة قطاع الصناعة هو داكشي ديال الصناعات، سواء الصناعة التقليدية أو الصناعة العصرية. العصرية اللي تنعرفو ياك، يعني الوزينات إلى آخره. إذا فشحال كاين واحد، شحال واحد خدام فيها؟ 18.8 ديال الناس خدامة في هذا القطاع هذا. والقطاع الأكبر شنو هو القطاع؟ هو قطاع الفلاحات. الفلاحة شمن الفلاحات؟ الفلاحة والصيد البحري. إذا كاين قطاع الفلاحة والصيد البحري، شحال كاينة؟ 50%. يعني النص ديال السكان ديال هاد الجهة اللي تكلمنا عليها كله خدام فاش؟ الفلاحة. في الفلاحة. والفلاحة شنو تنعنيو بها؟ يعني تربية المواشي والزراعة. وكذلك تدخل فيها حتى قطاع ديال الصيد البحري. تنعرفوا بأن مراكش ما عندهاش البحر، كيفاش تعطينا هنا الصيد البحري؟ مراكش ما فيهاش البحر، كيفاش عطينا هنا الصيد البحري؟ ولات كتشوف البحر. لحقاش في اطار الجهه ولا عندها ولا تعدى واجهه على البحر ياك. اذا في هذه الجهه ككل فهي تطل على البحر، عندها واجهه على قلناش من قبل، وهي ان هذه المنطقه اللي تكلمنا عليها تتعتمد بواحد الشكل كبير عاوتاني على السياحه، فهمتي؟ على الموارد السياحيه. يعني ان التوريست تيجيو لمراكش، تتعرف بان في مراكش فيها جامع الفناء وفيها مناطق سياحيه بحال وريكا الى اخره، وعند الجبال وعندها مناطق تجذب السياح.